أهلاً وسهلاً بيكم في مطبخكم، مطبخ ست البيت. أنا منال وهكون معاكم النهاردة. عارفين هنعمل إيه؟ هنعمل حواوشي. إيه رأيكم؟ يعني هو حواوشي ست البيت، يعني مش بتاع بقى اللي بيعمل حواوشي أو الكبابجي أو كده، بس إن شاء الله هيكون حلو، علشان أنا حتى في حبي وأنا بعمله. ست البيت بتحط حبها في الحاجة اللي بتعملها، فبتطلع إن شاء الله جميلة. أنا عندي لحمة مفروم معها ليا، وعندي بصل معاه فلفل حامي، وبشر طماطم هاخد منه حاجه بسيطه قوي، وهاخد حته فلفل رومي، يعني ده حسب الرغبه بقى. الفلفل الرومي انا بحب احط فلفل رومي، يعني ساعات لما بيكون الصغنن ده بحط ثمرتين، بس انا عندي هنا الثمره دي باربعه، فهاخد حته منها. والطماطم هاخد شويه صغيرين. عندي بقى التوابل، هتبقى بهار وجوز الطيب، هيبقى ملح وفلفل وقرفه، وهيبقى فيه جنزبيل عشان يدي لسعه شويه، ده حواوشي. هنجيب بقى مكوناتنا وهنبدا نخلطها مع بعض. انا مسخنه الفرن، هحط البصل هحط من الطماطم المبشوره. بصوا انا هحاول اخد واصفي الميه حبه صغيره كده، مش كتير، وهحطها جنبي هنا. وهاخد بقى اقطع فلفل رومي رفيع، وهنعمل حلوه النهارده سلطه فواكه. تبقى بقى الحواوشي حامي، نعمل سلطه فواكه كده تطري علينا شويه، حاجه يعني مش عوطه، وحاجه كده بارده ولطيفه كده وفيها طعم حلوه تطري علينا. بص انا بحاول اقطع الفلفل رفيع عشان يبقى مندمج مع اللحمه، يعني على قد ما نقدر نقطع رفيع. لو قطعتها الشرايح نفسها بالطول كده رفيعه، هتيجي معايا بالعرض برضو رفيع، هعرف اقطعها بالعرض رفيع. اضم كده كله على بعض، كل الشرايح طالعه الحمد لله، يعني حجمها معقول، بحيث ان انا عايزاها تندمج مع اللحمه، مش عايزاها تكون كبيره. يعني في حاجات بحب الشريحه واضحه، وفي حاجات بحبها لا تكون صغيره. ناخد بالنا من السكينه عشان السكينه دي بتعور. وهحط بقى التوابل، هجيب الاصحاب الملح والفلفل والقرفة والجنزبيل، نحط شوية ملح، نحط شوية قرفة، حلوين الحواوشي بيحب التوابل، وشوية جنزبيل هيدوا لسعة كده. وصاحب الملح مين؟ الفلفل الأسود، شوية بهار كويسين بقى، يعني يدوا طعم حلو كده. بصوا بالرغم ان اللحمة عليها ليا، بس انا وشوية جوز الطيب، بالرغم ان اللحمة عليها ليا بس انا هعملها احط نقطة زيت، بتحلي اللحمة برضو. نقطة الزيت حلوة، يعني ليها مذاق مختلف عن الليا، بتساعد بقى على دمج اللحمة في بعض. بصوا هي نقطة صغيرة قوي، اللي مش عايز يحطها ما يحطهاش، يعني انا حتى مش كاتباها في الوصفه عشان في ناس كتير هيقولوا لحمه حواوشي وكده وكمان نحط زيت، فانا حتى مش كاتباها في الوصفه، بس انا بحب احطها. هخلط اللحمه ببعض. بص انا خلطت الاول كده في بعض عشان الزيت ما يتنطرش عليا، بس انا بحب ايه، منال بتحب تلمس الاشياء. بحب استعمل ايدي، بس انا هجيب دي واحطها هنا عشان مفيش حاجه تقع، لو حاجه وقعت تقع عليها هي. بصوا عملت كل اللحمه، ريحه حلوه جدا وهي نيه، ريحتها حلوه، وبقول لما تستوي هتبقى عامله ازاي. خلاص كده اختلطت كلها ببعض، هغسل ايدي بس عشان اعرف.
بصوا بقى انا دلوقتي هعمل ايه، هجيب ارغفه العيش بتاعتي. بص انا كاتبه في الوصفه عيش بلدي، بس انا لما جيت اعمل النهارده ما لقيتش عيش بلدي طازه حلو، فعملت بشامي لان هو برده بيبقى حلو قوي بشامي وبياخد وقت اقل في الفرن. يعني انا عايزه اقول لكم دايما نعمل بالحاجه اللي موجوده عندنا. هفرد اللحمه بقى في كل العيش، اللحمه مفروده في كله. ادي رغيف، انا بفضل مغطيه العيش بتاعي وهاخد رغيف رغيف عشان انا مش عايزاه ينشف، وفي نفس الوقت اللي مش هنستعمله يرجع يبقى نضيف ما يبقاش لمسناه بايدينا. اللحمه حتى شكلها كده بالالوان البصل والفلفل شكلها حلو. وافرد بقى الرغيف كله املاه كويس، احنا عايزين ناكل بمزاج. ادي الرغيف التاني، وادي الرغيف التالت. والله الواحد لو عمل اي حاجة وهو واقف كده بسعادة ومبسوط ان هو بيعملها بتطلع فعلا حلوة وجميلة. وادي الرغيف الرابع التالت، ده التالت، ناخد الرغيف الرابع، شكلها هتاخد رغيف رابع كمان. اهو شيل البوله وافرد الرغيف. اهو بقى كده عندي أربع أرغفة حواوشي محترمين اتعملوا تقريبا بنص كيلو لحمة. شوفوا بقى احنا لو هنشتري أربع أرغفة حواوشي كده محترمين هنشتريهم بكام، وفي نفس الوقت ما احناش ضامنين بقى اللحمة محطوط فيهم لحمة ولا كلهم بصل ولا اللحمة نوعها ايه. احنا كده ضامنين الحاجات بتاعتنا. هقطع ادي ورقة اثنين ثلاثة أربع ورقات، هجيب كده بقى نقطة زيت على ايدي على الورقة هجيب العيش هنا كده عشان بس يبقى عندي وسع، واقفل حوالين رغيف العيش. احط البلانشه بقى هنا كده على البوتاجاز واحطهم عليه، ما انا مش مولعه البوتاجاز. نقطه زيت هنا برضو، وادي الرغيف الثاني نلف. نقطة زيت، برضو نقطة زيت، الفرن سخنة جدا. هعمل ايه؟ على اعلى حاجة هحط رغيفة الحواوشي على السلك على طول. وهشيل بقى البلانشة والزيت واغسل ايدي بقى مطرح الحواوشي عشان نشوف الحلو بتاعنا. نلمع بقى كده حوالينا وننظف ونشيل الحاجات اللي احنا مش عاوزينها. قطعة الفحم دي انا عايزاها، انا هحطها هنا كده عشان ما انساهاش، عشان هولع عليها وهحطها مع الحواوشي. فضيت بقى حواليا هنا اهو
عشان افضل مين؟ افضل سلطة في الفواكه اللي انا هعملها. انا عندي هنا هوت فواكهي، مانجا وبرتقان، وعندي فراولة وعنب وسكر، هعمل بيهم سلطة فواكه، اعملها لكم بعد الفاصل ان شاء الله. هجهزها بس كده وابدا اوضب حاجاتها في الفاصل عشان ما اعطلكوش، وبعد الفاصل نعملها مع بعض. انا مستنياكم، استنوني.